أسئلة كثيرة طرحها نواب البرلمان الأوروبي على ميشيل بارنيي كبير المفاوضين الأوروبيين تتعلق بعملية التفاوض مع بريطانيا لانفصالها، وتحدد إلى حد كبير الآن احتمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين من دون اتفاق بسبب فشل كل المحاولات لتمرير الاتفاق على مستوى مجلس العموم البريطاني والحصول على تصويت إيجابي. Où vous approuvez cet accord pour sortir d'une manière ordonnée ? Et cet accord est le seul possible, parce que nous l'avons fait sur une base objective et juridique. Ou bien vous n'avez pas d'accord, vous ne voulez pas d'accord et vous décidez de sortir sans accord. C'est une décision du Royaume-Uni et c'est sa responsabilité de sortir sans accord. Ou alors vous décidez de demander un temps supplémentaire de négociation, mais vous devez nous dire pourquoi faire. العلاقات الأوروبية البريطانية في المستقبل ستكون على شكل شراكة استراتيجية، لأن العلاقات مع بريطانيا ستتغير جذريا حتى في داخل الحلف الأطلسي مع المجموعة الأوروبية، ويجب إعادة صياغتها بطريقة جديدة، لأن انفصال بريطانيا سيخرجها آليا من 57 اتفاق من بينها الاتفاقيات التجارية. على بريطانيا أن تحدد موقفها وماذا تريد من الاتحاد الأوروبي، يقول كبير المفاوضين. La coopération bilatérale va continuer sur des politiques ou sur des programmes ou des capacités. La coopération au sein de l'OTAN, pour les pays de l'Union qui sont membres de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, va continuer, évidemment. C'est pour ça que nous inquiétons aussi de l'avenir de l'OTAN. أمام تعقيدات قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قادة الاتحاد سيلتقون في قمة طارئة الأسبوع القادم من أجل الاستماع إلى الموقف البريطاني والحجج التي ستقدمها رئيسة الوزراء، وقد تطلب تمديدا آخر يمكنها من إقناع النواب للتصويت لصالح اتفاق الخروج. على بعد أسبوعين من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أوروبا تترك الباب واسعا لبريطانيا من أجل أن تطلب تمديدا آخر يمكنها من المصادقة على اتفاقية الخروج وتفادي الخروج الفوضوي. الأخطر فرات لقناة الإخبارية من مقر البرلمان الأوروبي بروكسل.